نناقش العادات الغذائية للأطفال خلال فصل الصيف مع ضيفتنا من عمان خبيرة التغذية هناء أبو السعود. أهلا بك هناء معنا هذا الصباح. يعني ربما مع الصيف بيجي موضوع العادات الغذائية غير المنتظمة وحتى برنامج الطفل اليومي البعيد عن الروتين والذي يخرج عن القواعد في بعض الأحيان، إلى أي حد هذا يعتبر مقبولا؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. العطلة الصيفية هي معضلة بتواجه كتير من الأمهات وبنسمع شكاوي كتير، لكن أنا بقول هي إحنا بالعكس ممكن نستفيد منها بشكل كتير إيجابي، لأنه معظم الأطفال أيام الدراسة لما بنقولهم بدنا نمارس نشاط بدني بيحكوا لي ما في وقت، عندنا دراسة كتير، عندنا واجبات كتير، فإحنا بالعطلة في فرصة كتير كبيرة إنه نزيد النشاط البدني، نخرط الأطفال بنشاط بدني بحبوه. بالمقابل بعد النشاط البدني بدنا نوفر وجبة صحية. للأسف بشوف كتير من الأطفال بيكون مروح هلأ من النادي الصيفي أو من نشاط بدني معين، سباحة، كرة قدم، أو بالحديقة العامة عم بيلعب، بشعر بالجوع طبعا لأنه بذل مجهود بدني، تيجي الأم أو المرافق اللي معه بيعطيه التشيبس والتشوكلت والسندويشات الجاهزة، ف خلينا نحكي ضاع النشاط البدني اللي عمله. فبعد النشاط البدني لازم تتوفر وجبة صحية. وجبة الفطور كتير مهمة للأطفال بالعطلة، كتير أطفال منلاقيهم عم تتلخبط ساعات نومهم، عم بيصحوا متأخر وبيناموا متأخرين، وهي نقطة كتير بتأثر سلبا على صحة الطفل وعلى تغذيته. يعني الطفل إحنا ممكن أكيد بالمدرسة عم بيصحى بكير، خلينا بالعطلة لو زيادة ساعة ساعتين بس، مش طفل يضل نايم بالساعة واحدة. طيب أنا بدي أدافع شوي عن الأطفال اليوم يلي هن يعني بيلتزموا بالكثير من القواعد خلال السنة الدراسية وبينتظروا فصل الصيف اليوم للخروج قليلا عن هذه القواعد، البقاء يعني مستيقظين قليلا خلال الليل أو حتى تناول بعض الأطعمة التي لا تعتبر صحية. كيف ممكن اليوم الموازنة أنه ما نحرم هؤلاء الأطفال من ما يسعدهم ولكن في الوقت نفسه ضمان أنه يتناولوا أغذية مغذية للجسم وصحية؟ أنا معاكي، أنت حكيتي كلمة جوهرية، بعض أو قليلا، لكن إحنا عم نشوف إكستريم، عم نشوف تطرف كتير كبير. أطفال بتسهر ممكن لأذان الفجر لبعد الساعة 12. لا، إذا الطفل كان متعود بالمدرسة ينام على 8 أو على 9، خلينا نحكي للعشرة للإحداش ماكسيمم، بس مش للتطرف الكبير. هو بالنهاية هذا الإشي رح ينصب لمصلحته. إحنا العطلة بدنا نستفيد منها إنه الطفل موجود تحت أنظار أهله، ممكن أنا أسيطر على أكله. كتير إحنا شكاوي خلال أيام المدرسة إنه بيفطر وبيتغدى بالمدرسة وما بعرف شو بيشتري من الكافتيريا، وبيأكل تشيبس وتشوكلت من أصحابه، بالعكس هو بالبيت ممكن يكون السيطرة أكثر. ما إحنا ضد الحرمان تماما، الطفل أكيد بالعطلة من حقه يغير شوي من القواعد الصارمة اللي كانت أيام الدراسة، من حقه يسهر أكثر شوي، من حقه ينام ساعات أطول شوي، ممكن من حقه مرة بالأسبوع يأخذ وجبة جنك فود، لكن مش بشكل يومي. إحنا اللي بيحدد صحة الطفل أو صحة الشخص البالغ حتى التكرار، أما الإشي اللي إحنا بنعمله بكميات بسيطة أو بتكرار بسيط ما رح يأثر سلبا، أما الإشي المتكرر هو اللي رح يأثر. الأطفال لازم دايما بيكون بمتناول يدهم الأكل الصحي والسناك الصحي، ما يكون أسهل عليهم إنهم يفتحوا كيس تشيبس أو تشوكلت أو آيس كريم أو مشروبات غازية. إحنا هلأ كمان في عنا موجة حر عالمية عم نعاني منها، الطفل كتير بيشعر بالعطش، فلل للأسف بتلاقي العصير والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.